السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه المصري 12/9/2021 من مصر، سعر اليورو نحو 18.46 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني 21.51 جنيه للشراء، 21.80 للبيع. الفرنك السويسري 17.95 للشراء، 17.17 للبيع. وسعر الميت ين اللي يسجل نحو 14.18 الشراء، 14.33 البيع. شكرا لكم. مشتركش في القناة، من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس وادعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.